أغرقت عاصفة مطرية ضربت الشمال السوري الخيام في عدد من المخيمات، وكان الأكثر ضررا هو مخيم العامرية شمال إدلب. كاميرا حلب اليوم زارت المخيم ونقلت المعاناة، خلونا نتابع. الليل كله ونقص هالعجان ننام عند جيراننا نساوي نعذب الله وقيله كله لك تشوف المواعين شي حزين يا اهل المروه ساعدوني شوفوا وش تساوون بنيت احجه وهالمويايه ورب العالمين يكت علينا والمواعين تحت منه ميه من مبارح الساعة 8 المساء جتنا عاصفة مطرية وقوية شديدة، المطر شديد والحمد لله الله يبعث الخير. المخيم طاف كله، الخيم شوفت عينك، هاي الخيم تعبت مي، والأطفال هاي لحد الآن ما نامت من مبارح الساعة 8 بالليل لحد الآن، والمواعين غدت مي والبطانيات مي والفرش مي، لحد الساعة هاي العالم ما نامت. وللمزيد بيسعدني رحب بضيفتي سلوى عبد الرحمن مراسلة قناة حلب اليوم معنا من إدلب. أهلا وسهلا فيكي سلوى، يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباح كل المشاهدين وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. صباح النور سلوى، لو تخبرينا عن أوضاع أهلنا في المخيمات خلال موجة البرد. طبعا يتعرض سكان المخيمات المتواجدون في منطقة إدلب وحلب، هناك أكثر من 1300 مخيم تقريبا على عموم المناطق في الشمال السوري، تتعرض هذه المخيمات وسكانها بالأصح إلى أوضاع مأساوية صعبة وإلى عواصف مطرية وهوائية خلال فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة. هذه الهطولات أول أمس أدت إلى غرق عشرات الخيام وتضرر مئات الخيام أيضا بسبب هذه العواصف. حقيقة أن هذه الأضرار توسعت مع تمدد المنخفض إلى المناطق الداخلية وإلى كافة المناطق، حتى في مناطق عفرين والمناطق وراجو وغيرها كان هنالك أيضا هطولات ثلجية أدت إلى انقطاع الطرق أيضا وأضرار بسبب العواصف المطرية في الطرقات الداخلية للمخيمات. اليوم سلوى، كيف الأهالي خلال هالموجة البرد عم تقدر تدبر أمورها؟ لو تخبرينا. يعتمد عدد كبير من أهالي المخيمات على وسائل بدائية للتدفئة وهي مواد ضارة بالعموم، يعتمدون في البداية على مادة البيرين ومادة الفحم الحجري، كما يعتمد كثير من سكان المخيمات على الألبسة التدفئة، على الألبسة والمواد البلاستيكية وأيضا الأحذية وأحيانا أكياس النايلون وكلها طبعا والجلة التي تصنع من روث الحيوانات. هذه المواد يعني تخرج روائح كريهة ودخان تؤدي إلى أمراض تنفسية كثيرة وهي منتشرة في هذه الأونة، بسبب هذه الروائح تؤدي إلى أمراض يعني صدرية خاصة عند صغار السن وكبار السن. نعم، هل هناك استجابة طارئة من قبل المنظمات لهذه المخيمات؟ طبعا هنالك استجابة، لكن هذه الاستجابة لا تتوازى يعني مع عدد السكان المخيمات.
المتواجدين يعني لا تتناسب مع أعدادهم، هذه الاستجابة خجولة، يعني توزع عليهم بعض الأكياس التي لا تكفيهم، أكياس الفحم أو البيرين التي تكاد لا تكفيهم سوى لجمعة تقريبا، وهنالك مخيمات لم توزع يعني عليها أي نوع من أنواع التدفئة، وبعض سكان المخيمات إلى حد هذه اللحظة دون أي مواد تدفئة من قبل وزعت عليهم من قبل المنظمات أو من قبل الجمعيات المتواجدة في الشمال السوري. نعم، هاي الخيام يلي تعرضت للغرق خلال العاصفة، هل هي مرصوفة بالحجارة أم لا زالت على الأراضي الزراعية؟ على أغلب المخيمات التي تتعرض يعني لعواصف مطرية هي مخيمات موجودة في الأراضي الزراعية، يعني لحد الآن مئات المخيمات العشوائية المتواجدة في الأراضي الزراعية، وهي أراضي غير صالحة أساساً للسكن، يعني لم ترصف حتى الآن سوى الطرق الرئيسية المؤدية إليها، لكن ما تزال الوحل والطين بين الخيام متواجد حتى هذه اللحظة، كذلك قنوات الصرف الصحي، يعني خلال الهطولات المطرية الغزيرة تتأذى أيضاً، وربما يعني تؤدي إلى أمراض جلدية بعد جفاف المطر وتصريفها يعني من قبل فرق الدفاع المدني. هذه الأمطار يعني في العموم تتسبب بضعف حركة المدنيين خلال تساقط الأمطار لقضاء احتياجاتهم. نعم سلوى، ذكرت في بداية الحديث أنه الخيام مهترئة، ليش أنه هن في بداية دخول الشتاء لم يتم تبديل الخيام القديمة؟ معظم الخيام للأسف هي مهترئة وبحاجة إلى عوازل لتقي سكانها من حر الحر الصيف وبرد الشتاء، لكن يبدو أن هنالك قرار دولي بعدم استبدال معظم الخيام وبقائها هكذا، هو قرار سياسي بالنهاية. هنالك بعض المنظمات والجمعيات التي تقوم ببناء كتل سكنية، أيضا هذه الكتل السكنية يدخل إليها مياه الأمطار، لأنها طبعا تنفيذ هذه المشاريع لم يكن على الوجه الأمثل يعني كما يجب أن يكون، لكن تبديل الخيام فقط في حالة واحدة حين احتراق هذه الخيمة، وأيضا حين تهدمها بشكل كامل سبب العواصف المطرية والعوامل الجوية. نعم، هل هناك حلول سريعة تقوم بها إدارة المخيمات لأجل إنقاذ الأهالي من الغرق؟ طبعا إدارة المخيمات قلما تؤدي خدمات للمدنيين، يعني خلال العواصف المطرية من يقدم الخدمات هي الدفاع المدني بالدرجة الأولى، وبعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقدم الخيام وتقدم الأغطية والفرش والألبسة. يوم أمس يعني حين تضررت بعض الخيام كان الدفاع المدني هو الأسبق للوصول لفتح القنوات والطرقات وتقديم المساعدات للمدنيين المتواجدين. إدارة المخيمات طبعا هي تتبع لمديرية التنمية، ويعني حين غرق المخيمات يكون الجميع في العطلة تقريبا، ولا يوجد لديهم يعني بدائل سريعة أو حلول سريعة، لذلك فرق الدفاع المدني هي دائما الأسبق وقت الكوارث. سلوى، قبل الختام شو الرسالة اللي بحب يوصلها أهالي المخيمات عبر شاشة قناة حلب اليوم؟ طبعا أغلب السكان المخيمات يناشدون بشكل دائم كما نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم التدفئة، لأن هنالك عوائل حتى الآن يعني بدون تدفئة، هنالك عوائل تضررت أيضا من العواصف المطرية الأخيرة يعني بدون مأوى، يعني لجأت إلى الجوامع ولجأت إلى الجوار ريثما يتم تبديل هذه الخيم. هنالك مناشدات أيضا ليس فقط بتأمين التدفئة، بتأمين مادة الخبز خلال العواصف المطرية والثلجية القادمة، يعني نحن مقبلون على منخفض جوي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تقطع الطرقات سواء كان من خلال المياه التي تتسرب إلى الخيام والتي تؤدي إلى انقطاع الطرقات بسبب تراكم الوحل أو الثلوج أو الأمطار الغزيرة بين الخيام، لذلك يجب أن يكون
هنالك منظمات أو جمعيات التي يناشدها بشكل دائم سكان المخيمات لتأمين بالبداية مادة الخبز والمياه أيضا وتأمين التدفئة، لأن هنالك أطفال كما شاهدنا أيضا في خلال هذا العام يعني تتسبب لهم هذه الهطولات وهذه الموجة الباردة بأمراض تنفسية وربما تؤدي إلى وفاة، يعني خصوصا الأطفال حديثي الولادة. نعم سلوى وصلت الفكرة، نتمنى الله يخفف على أهلنا في المخيمات ويكون في منظمات تقدر تستجيب لهذا لهي الرسالة وتنقذهم من الغرق. كل الشكر لك سلوى عبد الرحمن مراسلة قناة حلب اليوم معنا من مدينة إدلب، شكرا كثير لك ويسعد صباحك مرة ثانية. صباحك.